عاوزك تشوف لي الحالة اللي في 206 إذا كانت تعمل عملية الصبح ولا لا. اللي فهمته إن كوست العملية مش هيقدروا عليه. مش مهم. الصندوق اللي عامل المهندس نادين فيه فلوس الحالات اللي زي دي. أوكي هطلع أشوف الحالة وأبعت رسالة التكريم. أوكي شكرا. دكتور مفيد في حد جوه في انتظار حضرتك. مش هتسلم عليا؟ صدقت كلام اخوك عني؟ اخوك هو اللي كان خاطفني ولما هربت من حبسته جيت لك على طول عشان تشوف لي حل معاه وتطمني على بنتي. وحشتني. بتبص لي كده ليه؟ قلت حاجة عيب ولا غلط؟ ولا هو حرام إن بنتي توحشني وتجيلك عشان تخليني أشوفها؟ أنا فكرت أروح لك على البيت بس قلت بلاش، أجيلك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم مع بعض. نتفاهم على إيه؟ أنت مش عارفة أنت عملت إيه في بنتك؟ عارفة أكيد عارفة، بس هصالحها لما أشوفها وهي أكيد هتسامحني. أنا ما كانش قصدي يبقى دمي تقيل معاها كده لما جت تسلم عليا، بس أخوك هو السبب. تصرفاته معايا هي اللي بتخليني أعمل كده. تصرفات أخويا؟ أنت بتستعبط يا رشا. مفيد أرجوك، أنا مش جايلك عشان نستفز بعض، أنا جايلك عشان أنت راجل عاقل محترم وهتفهم كلامي وتستوعبه كويس. وعشان انا زهقت لدرجة اني بفكر انتحر. اه والله انا ما بقولش اني ما غلطتش، غلطت، بس مش معنى اني غلطت اني افضل طول حياتي هدفع تمن غلطتي دي. خلاص هو مش عايز يرجع لي هو حر، بس يسيبني اشوف بنتي ومش كل شوية يخلي رجالته يخطفوني في أماكن مقرفة وطول الوقت يهددني بالقتل. أنا رجعت نفسي وفكرت كتير ولقيت نفسي غلط. آه والله أنا مش عايزة حاجة، مش عايزة أي حاجة، مش عايزة فلوس ولا الشركة ولا أي حاجة خدها مني. أنا عايزة بس يسيبني أشوف بنتي، أخدها كده في حضني، عايزة أشوفها النهاردة بأي طريقة. أنا مش عارفة أنا كنت بعمل كده إزاي، سيبها على طول مع الناني بتاعتها تعمل لها كل حاجة. إزاي ما كنتش باخدها في حضني وأدلعها؟ بس هتغير، هتغير جدا، هعمل لها كل حاجة. أنا اللي هأكلها وهجربها وهذاكر لها وهلعب معاها كل حاجة. وأنا كمان هبطل أخرج وأسهر وأشرب، حتى السجاير هبطلها. والكوك بقى أنت تعالجني منه. هي أصلا كمان للكوك؟ خليني شاندة مني. قلت لك أنا نفسي أرجع رشا بتاعت زمان، فاكرها؟ فاكر رشا لما اتجوزت نديم كانت عاملة إزاي؟ كانت حلوة مش كده؟ مش مهم، يلا بينا. يلا بينا على فين؟ أنت مش وعدتني توريني لوجي؟ وعدتك؟ ايه بقيت تنسى ولا رجعت في كلامك؟
ولا تكونش خايف من نديم او مشترك معاه في الكذبه بتاعت اني سافرت دي، او هتكون قلت لها اني مت. ده انا هاش انك مت. زوجي هي اللي ايوه بقى افتري بقى في الاشتغالات، قول بقى الكلام اللي ملوش معنى ولا لازمه ده خالص. دي اشاعه اخوك مطلعها هو عماد القط. عماد القط ده دواطي باخد بسجاره. انا لما اشوف نديم احكي له كل حاجه، بس الاول يلا بينا نروح للوجي. رفضهم كلهم وليلي بس؟ لا حلو قوي. طيب عظمه، اميره دي مزعجه، قلبت لنا الغدا عشاء. بس حقيقي السبب اللي هي جايه عشان يستاهل. ما كانش ينفع يتبعت لك بمسج ولا بورقه صغننه كده مع حد من السواقين ولا مع جمال، كان لازم تيجي هي بنفسها. هي اصلها عايزه توريني انها موته نفسها في الشغل، حاسه انها ايامها الاخيره. هتموت؟ لا مش هتموت، اختك دي طيبه قوي قوي. انا همشيها لاني زهقت منها. تخلصي الطبق ده كله كي. عشان انا لسه احط لك طبق تاني. رنا شطوره، تعرف تاكل قوي كويس. يا بنتي حرام عليكي نفسك، انت ازاي طايقه الاكل كده؟ هي بتحب السبايسي؟ مش ممكن يا ندي. طيب ما تسيبيها براحتها. براحتها، وانا مالي وانا قلت حاجه. Miss Nadine, your brother's on the phone. Thank you, Salo. You're welcome. I am Mufid. امتى؟ مفيد خليها عندك ما تتحركش. أنا مسافت سكة وجاي لك. مع السلامة. حبيبتي لازم أقوم حالا. هكلمك. ما تناميش غير لما أجي. مين شطور بياكل لوحده؟ شيل روحي انا. زي ما قلت لك حالة شوك مأثرة عليها، بتخليها مش مستوعبة اللي حاصل. يعني لو اتقدمت للمحاكمة اعتبروها مجنونة وحطوها المستشفى وبعد كده تخرج تعيش حياتها. بس هي فعلا تعبانة. بلا تعبانة بلا بتاع. هي فين يا مفيد؟ هي فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ المريضة اللي كانت في 104 فين؟ معرفش. أمال أنا اللي أعرف؟ كلمي الأبن اقفل الأبواب. تعالى بس اوعى يا مفيد دي.